أهلا بكم في خبر عاجل وردنا الآن من صفحة محسن مكتشف المواهب. ألجير الموهبة ذوي الأصول الجزائرية من شرق أوليس يقول في جديد التحقي بمنتخب الجزائري: إمكانية تبثير أوليس الجزائر لا أدري، ربما سيحدث، لكن لا يوجد اتصال لحد الآن من الجزائر. الآن مباراة السبت لمحترفينا الجزائريين الموعد والتوقيت: ساوثهامبتون فياريال مع إيساماندي الثالثة زوالا، بروسيا دورتموند أنطاليا سبور غشة الرابعة مساء، نيس مع ديلور عطار بوداوي إبراهيمي وأبو الهندي ضد تورينو الرابعة مساء، بشكتاش غازال ضد سامبدوريا الخامسة مساء، ستاد بريست بليلي بالقبلة ضد بلد الوليد الخامسة مساء، نورث ويست هام بالرحمة الخامسة والربع مساء، وولفرهامبتون إيت نوري ضد سبورتنج لشبونة 46 دقيقة مساء، السيتي ضد ليفربول الخامسة مساء مع رياض حرز. لا تنسوا لايك وتعليق وانشر الفيديو وشكرا لكم.